يا أهلا يا أهلا، طبعا المشروبات الدافئة تكتسح فترة الشتاء. مشروبات دافئة عندنا الهوت شوكليت اللي راح أسوي معاكم اليوم، بس اليوم بسوي معاكم الهوت شوكليت بالطريقة الإيطالية، إيطاليان هوت شوكليت. في وصفات كثيرة، تأكدوا أن هذه الوصفة بتكون الألذ على الإطلاق. مو الحليب والنسكويك اللي يحطونه، لا، يعني وصفة فعلا ثقيلة شوي وتدفي مرة. طبعا من المشروبات عندكم السحلب، مشروب الكاسترد، كثير مشروبات ان شاء الله بنسوي اغلبها مع بعض. اليوم بسوي معاكم الهوت شوكليت. اهم شيء تكون مكوناتك مره كويسه، نوع جيد. اضافه النسكافيه اختياري، انا حطيت نسكافيه وشوكليت كاكاو باودر. الكاكاو باودر اللي ما فيه سكر مر، عرفتوا؟ اما الثاني النسكويك وكذا، هو اسمه نسكويك، المهم هذا ما يعتبر كاكاو باودر. وعندنا تشوكلت برضو دارك، وعندنا نشا، وعندنا سكر وحليب. ممكن البعض يضيف له، يبيها اكثر دسامة، يضيف نص حليب ونص كريمة. برضو لذيذة بس دسمة شوي. كنت بسوي لكم اللي بنص حليب ونص كريمة، بس بعدين قلت يا بنت تعوذي من ابليس وسوي لهم الشيء الاسهل، أو مو الاسهل، الاخف شوي، لانه هي اصلا ثقيلة. احتاج من الشوكولات بنات، احتاج تقريبا حول 20 جرام الى 25 جرام، يعني خلينا نقول ربع هذا اللوح. خلينا نفتحه ونقطعه. هذا بنات تقريبا حول 20 جرام الى 25 جرام. راح نقطعه بالسكين باي طريقه تشوفونها مناسبه، بس تكون سكينك شوي حاده. السكين هذه حاده صراحه وتقتل بعد من كثر ما هي حاده، فبقطعه بهذا الشكل. خلينا نقطع كله ونخليه على جنب. اتوقع انا ما كان واضح وقت التقطيع، فقلت خليني اعيد التقطيع. هي اصلا بتذوب بسرعه يعني، فما هي مشكله. خلص اسولف لكم وانا قطعت. تصدقون كنت متخوفة من الشوكولات نوعه، بس توني ذقته، لذيذ حيل. طيب الحين هذا بنقطعه ونخليه على جنب. اسمعوا ان في وصفة ونزلوا، طبعا انا اصور وقت ليلة الحين، وقت الجوع. يلا نبدأ بعملية التحضير مرة سهلة. راح ننخل الكاكاو باودر. خل انخل وارجع. بعد كذا راح انخل النشا. هذا الاشياء اللي تحتاج نخل، افضل ما نخلتي عادي. بعد كذا راح نضيف النسكافيه، رشة الملح والسكر، واخلط هذه المكونات بس كذا دمج بسيط مع بعض. يعني اتاكد انها تمتزج. على فكره تقدرين تسوين هذا الخليط منه كميه وتحفظينها في علبه وتخلينها عندك وقت ما اشتهيتي، بس تضيفين عليها بقيه الاضافات. لسه بنات ما شغلت الفرن، بس خلصت مكوناتي، ما شغلته. راح اجيب الحليب، بحط نص الكميه، مو كلها، نص هذه الكميه، وأحرك مع بعض بس لين تمتزج. الآن بعد ما اختلطت راح أضيف بقية الحليب ونشغل الآن الفرن. راح طبعا نستمر في التحريك لحد ما يثقل، يصير قوامه أخف من المهلبية شوي. فخلونا نحرك الى ان يثقل. هذا سويت مقدار كوب حليب، ممكن اسوي لكم كوب واحد، انت تبين اكثر ضعفي. بنات حابه اقول لكم انه هنا انا ضعفت المقدار، لانه نزل مازن قال حسبتيني، يحبون عيالي مره. صدقوني راح يكون مره
مرة لذيذ. النسكافيه اختياري، اللي ما تبونه شيلوه. فهما سخن لسه أصلا، ولا توني يعني كنت حاطة، توني مشغل الفرن فزدته، سويت دبل، صار كاسين بدل كاس. أول ما يسخن بعلمكم إيش بسوي. المهم إنه مرة 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 لذيذ، أطلق من اللي تاخذونه برا، وأنظف وشغلك وما ياخذ وقت. تسوي كمية من البودرة هذه وخليها على جنب، بس بعدين حطي الحليب واشتغلي. يعني بنات ترى بدأ يثقل شوي 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 شوي، حبة بس بدأ يثقل. فاللي راح أسويه راح أضيف الشوكلت المر وأقلبه معاه. شوفوا ثقل 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 ثقل. الحين نستنى بس يذوب، خليني اهدي الحرارة. اوكي كذا قوامه تمام. حابة انكم تشوفون القوام بنات، هذا القوام بالضبط. الحين بتشوفونه وانا اصبه، اثقل اخف من المهلبية. اللحظة الحاسمة، يلا 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 يلا. يا سلام، عليه مارشميلو أو كريمة، ألذ هات شوكولات ممكن تاكلينه، تاكلين تشربينه. خل أسنع الحوسة اللي صارت هنا وأرجع. التزيين يرجع لك، شي بحط عليه ميني مارشميلو، وشي بحط عليه كريمة، بس خلي زينب لك. كريمة عادية يعني مخفوقة، كريمة خفق جاهزة أو كريمة أنتي تخفقينها. خلا زينة وارجع. آخر شيء أرشه بالكاكاو باودر. ونسوي له جلسة تصوير. بالعافية. تبون هاد شوكلت دافي وحنون، مالكم إلا هاد شوكلت حصة. شوفوا القوام بس، يومي يشهي. اكتشف زي. اللي ما جربته فاتها نص عمره، طبعا هو ينشرب بس انا عادي اكله. وذايب ذايب المارشميلو، اللي ما جربته فاتها نص عمرها. يامي يامي بشكل مش طبيعي. عجيب.